ليس هذا منزلهم، ولا فضاء عموميا مخصصا للصغار. هو بيت جارتهم، وقد تحول إلى ناد للقراءة صيفا. إلى جانب أترابهم يقرؤون ويكتبون ويرسمون، وفي ذلك يتنافسون. أنا قرأت قصصا ومجلات علمية، وقد قمت بقراءتها وتلخيصها، وقد قمت بكتابة قصتين قصيرتين، واحدة باللغة العربية وهي واقعية تتكلم عن زميل لي في المدرسة وقد توفي بمرض مزمن، والثانية تتكلم عن 3 جيران وهي كوميديا. ليست القراءة والكتب هي وحدها ما يوفره هذا النادي، بل يقدم للأطفال دعما وتحفيزا وجرعات من الثقة. في هذا المكان تعرفت بثينة ذات 6 سنوات على الكاتبة الصغيرة التي كانت تسكنها، فألفت أولى قصصها هنا. كذلك سلمى ذات 7 سنوات ذاقت هنا سحر القراءة ومتعتها، ومن وحي تجربتها ألفت هذه القصة القصيرة. ذهبت سلمى إلى أمها وقالت لها: أنا آسفة لأنني لم أكن أفعل شيئا إلا مشاهدة التلفاز. بدأت سلمى تقرأ كثيرا من القصص وتلخيصهم، أصبحت سلمى لا تحب التلفاز. يعود الفضل في تأسيس هذا النادي المنزلي إلى السيدة كاثوم، فقد قررت وأسرتها فتح مكتبة أطفالها أمام أطفال المدينة، فكان نجاح المبادرة أكبر مما توقعت. بعد التفكير قلت أن لدي مكتبة عمرها 18 سنة وهي عمر بنتي الكبرى، فقلت لماذا لا يتم تعميم هذه الكتب وإتاحتهم لأطفال آخرين من أجل تحفيزهم على فعل القراءة. فالحمد لله وضعت إعلان على صفحتي على الفيس، فتم تجاوب أسر عديدة جدا. نادي صغير إذن بمنزلة مشر يزرع في الأطفال حب الكتب والقراءة، وينبش في دواخلهم عن ذاك المبدع المستتر. فمستعظم الإبداع وإرهاصاته أحيانا قد تكون من مستصغر المبادرات وبسيطها. على بساطتها قد يكون لمثل هذه المبادرات عظيم الأثر على هؤلاء الأطفال، فليسوا قلة هم الناجحون الذين صاغت مجدهم تفاصيل صغيرة. بيت مبادر كهذا، أو يد تمتد قدوة ترشد إلى الموهبة والطريق، أو عنوان كتاب كان بداية الشغف وأول الحكاية. يوسف البقالي، العربي، تمارا، ضواحي الرباط.